بأي شيء تبينه بدال المحامي 10 و15 حق يوسف يطلع، ولازم يكون في رد لازم. ايام اول ينفصلون على الاقل لو من المدرسه، على الاقل لما يودونهم مدرسه ثانيه يحسون شويه ان انهانوا، يحسون ان تعاقبوا، لكن انا يطلع من المخفر بكفاله يقعد يم الطعنه، ما يصير. لا لا، هو أصلا